اهلا وسهلا حبايبي، فيديو جديد من اسلوب حياتي. فيديو النهارده عايز اكلمكم عن الحله الالومنيوم بعد تنظيفها باستخدام سلك المواعين. طبعا عايزه اقول لكم بيطلع منها ايه. بيكون معايا منديل كده، انا لسه غاسله الحله بتاعتي دي ومنضفاها ملمعاها زي ما احنا شايفين. دي حله الومنيوم، فبعد على طول غسلها ولما نمسح كده بالمنديل بتاعنا، وبصوا هي بتلمع ونضيفه ومش باين عليها ان فيها اي حاجه. بصوا بنلاقي ايه في المنديل، بصوا طبقه السواد دي عامله ازاي. لو مسحنا كده في كل مكان بيطلع معانا الطبقة السوداء ديت، شايفين عاملة ازاي. وكل ما امسح بالمنديل هتطلع تاني. وعايزة اعرفكم يعني من الفيديو ده النهاردة او انبهكم على استخدام الحلل الالومنيوم. طبعا انا دايما بقول لكم ما بحبش استخدمها، بستخدم على طول الستانلس او التيفال او كده، بستخدمها يعني في ادي او الحدود. شايفين كل ما بمسح بتطلع الطبقه دي، حتى في الغطا بمسحه بنفس الطريقه بيطلع السواد ده طالما استخدمنا السلكه. وطبعا كلنا كل اللي بتستخدم فينا اي حاجه الومنيوم، طاسات، حلل، صواني، طبعا لازم بتغسلها بسلك المواعين عشان تلمعها وتضمن نظافتها بالشكل ده. بس في الحقيقه بيطلع السواد ده، ودي طبعا طبقه من السموم. عايزه اقول لكم تاخدوا بالكم منها كويس جدا جدا، ان نستخدم الالومنيوم في اضيق الحدود. ولو استخدمناه يعني انا دي عندي اكبر حله في الطقم الالومنيوم بتاعي، هي دي بس الوحيده اكبر مقاس اللي محتفظه بيها، لان ساعات بحتاج لها ومش لاقيه الحجم ده خالص حلل الستانلس. فهي دي المحتفظه بيها، بستخدمها في اضيق الحدود لما بحتاج اسلق حاجه كميتها كبيره، يعني بضطر استخدمها في السلق بس، ما بستخدمهاش في تسبيكه ولا في طماطم ولا في طبخ. بقى الطماطم طبعا بتعمل تفاعل معاها اثناء الطبخ، وتفضل بقى تطلع لنا الماده دي اثناء الطبخ واحنا مش شايفينها، بتختلط بالاكل وما بنحسش بيها خالص ولا بنشوفها. فانا لما بستخدمها حبيت اعرفكم واستخدمها بالطريقه دي. واول ما اغسلها بالسلكه ولمعها كده بجيب مناديل المطبخ واقعد امسح فيها كده واطلع كل الطبقه السوداء ونشفها كويس جدا جدا. بعد بصوا بلاقي برضو تاني، بعد ما بغسلها على طول بالسلك على طول اروح منضفه ومسحه كده بالمناديل. بصوا بتطلع برضو الطبقه موجوده، كل ده ما راحتش لغايه ما بلاقي المناديل نضيفه خالص معايا. وبعد كده بروح غسلها بسبونجه المواعين العاديه خالص، مش بالمكان الخشن علشان ما تعمليش طبق تاني طبقه من السودا دي. بروح غسلها يعني غسلها من الغسله بتاعه السلكه بسبونجه المواعين، واجففها تاني كويس جدا وبعد كده اشيلها. ولما اجي استخدمها بقى ما بستخدمهاش كتير زي ما بقول لكم، بطلعها بغسلها تاني بسبونجه المواعين وانشفها كويس جدا عشان لو اي حاجه من السواد ده برده موجوده فيها، بحيث ان اتخلص من الطبقه السوداء اللي بتنتج لي ده عن تنظيفها بالسلك خالص خالص قبل الاستخدام. وبستخدمها في السلق بس، ما بستخدمهاش في تسبيك طماطم ولا في الحاجات دي، يعني ببقى مضطره لان عايزه الحجم ده. فانا عايزه اقول لكم تاخدوا بالكم جدا جدا من الحاجات السوداء. شايفين طالعه عامله ازاي في المنديل، كتيره جدا زي ما اوريكم وانا بمسح في المنديل، طالعه حاجات سوداء قد ايه. وبمسح الغطا وبعمل نفس الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي في الحله وفي الغطا. وبتمنى تكون المعلومه بتاعت النهارده فادتكم وتخلوا بالكم منها وتحاولوا تتخلصوا من الطبقه السوداء اللي بتنتج دي، ضروري جدا يا جماعه، لان دي طبقه سامه بتدخل بعد كده في الاطعمه بتاعتنا واحنا مش واخدين بالنا. ما نغسلش مثلا الحله ونصفيها كده على حاجه وبعد ما تنشف نشيلها في مكانها، بتبقى خلاص نشفت والماده السوداء دي لازقه فيها واحنا مش شايفينها. نيجي نستخدمها تاني في الاكل تطلع لنا بقى وتدوب في وسط الاكل وتختلط بيه واحنا مش واخدين بالنا. فبتمنى تكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، يا ريت تشيروه لاكبر عدد ممكن علشان الكل يستفاد وياخد باله من الطبقه السوداء اللي بتنتج دي وازاي يتخلص منها علشان ما تدخلناش في الاكل بتاعنا وتسبب لنا امراض لا قدر الله. وبتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه لاول مره تشوف فيديوهاتي وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اول باول. ونتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.